في حاجات بتحصل معانا كلنا كل الصيادين وبرضه ما بنحرمش نعملها. ايوه يا طبعا اول مصطفى، حاجة بتحصل معانا على طول مساء الورد. ان احنا نقول هننام عشان نقوم فايقين للصيد وما بننامش. اخر حاجة بقى ان انت تبقى عامل مكان كويس ومبسوط فيه وتيجي طبعا تلاقي الناس صلى على سهرانة النبي، عليه صلى طول على النبي، اليوم. صلى على النبي. في الحالة دي هتعمل ايه؟ العب يا كبير، خليكم العب معانا فيديو العب يا ابو النهاردة، خلوده يا بتاع دعما لينا طبعا. ما تنساش تعمل لنا لايك، لو اول مرة تشوفنا اشترك عندنا في صلاة القناة. النبي ابو خالق، معاكم اخوكم صلاة سامح النبي، الخوالقة، صلاة قناة النبي. نوعات رحال. حاسب بقى، امسكها بقى كده على ايدك كده عشان الناس الكاميرا مش عاديه السمكه دي حقها. ايوه هي كده بانت معاك يا كبير، هو ده اللي احنا عايزينه، ده الكلام المفيد. العب يا ابو خلوده. العب يا مستر. ايوه يا مستر، ايوه يا مستر، على الاستفتاح النادي، استفتاح نادي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير يا رب. الله يسعد صباح كل واحد عنده صباح، ويسعد مسا كل واحد عنده مسا. مشيت الله النهارده برضو احنا في فيديو جديد على دور الغله بتاعنا، بس هو النهارده مختلف شويه. طبعا دي مش بداية الفيديو، ده يعني نص الفيديو. حبيت نمس عليكم ونبان معاكم باستفتاح كويس في الوقت نفسه، نقول لكم اللي حصل معايا. للأسف أنا جيت هنا على الدور لقيت ناس كانت سهرانة، طبعا اللي شغال بطعمه اللي شغال بصرصار وكذا 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 وكذا، فالأمر كان محير معايا، مش عارف نعمل ايه، نرمي غلتي ما نرميش. المهم رميت مراية تقيلة وقعدت اشتغلت، خدت كام سمكة كده والدنيا وقفت معايا، فاضطريت ننزل نعمل السندين دول بحيث اننا نضلل على السمكة ونغير من معالم الدور. فالحمد لله دخل علينا سمك كبير، دي كده استفتاح منه. ابو خالد برضو خد كام سمكة اكبر من كده، والحمد لله رب العالمين. يعني ادينا شغالين ان شاء الله نقدر نعمل لكم فيديو كويس. تحياتي لحضراتكم وخليكم معانا. ازاي ده؟ طيب وريني كده يا مين، ازاي ده؟ يعني السمكه اللي وعرتها ولا ايه اللي حصل بالظبط؟ الشط والله، والله انا اكبر السمك اللي خدته في حياتي خدته بنقره. في سمك صريح ضارب نفسه، انا مش عمال نقول لك نفسي نشوفها اهي، وجبت اللي بتضرب اهي، ما طلعت حلوه. الجوري بيضرب نفس الضربة تقوم رد عليه، واخد بالك؟ تلاقيها لسه ببقه. لا لا لا، ده بطية عافية قوي. أنا
العب يا مستر، انت جمهورك يا مستر. الله ينور. وشايف في ريح بدا يفرق. والله يا جماعه انا ما بشوفش، انما انا فعلا انا عايز موت. واخد بالك ان الهواء بص ايوه يا مسطرة، مساء الوردة رجالة. ضرب في المليان ابو خالد. ابو خالد واحد بس يعني العجمي يعني اسكندري. اللي عايز يجي يصطاد في المحمودية خش مع زمايلك. صلى على النبي. الله ينور يا حجيت. الراحة ابو خالد، الراحة السمك. العب يا ابو خالد، العب يا ابو خالد. بيصطادوا سنارت. قلبي يا كتاكي يا ما انت مجان بفلوسك. اطلع يا حجيجة. صلاة النبي. الفع يا معلم، الفع الفع يا وزير. وري الجمهور، وري الجمهور. ايه بلغني ايها الملك السعيد. ايوه الرأي الرشيد.